السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة. دائما مع الجديد فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله. دائما موضوعنا على الأخت دنيا بطمة، كما كتعرفوا درت عليها واحد لا فيديو المرة اللي فاتت، وجاوني من بعد تعليقات اللي ما عرفتش واش ما فهموش كلامي ولا يعني القصد نتاعي بالضبط. كما كنقول لكم خوتي خوتاتي، دنيا كتبقى دائما مغربيه وبنت بلادنا، ومهما غلطت كنا خطاؤون وكنا نقدروا نغلطوا وكنا نقدروا نديروا الغلطات، وكيبقى لنا غير كيفاش كنقولوا ليه، يعني كل ما واحد غلط كيبقى ليه درس في حياته. ما كاش اللي ما كيغلطش، كلشي كنغلطو. اي كل واحد وكيفاش الغلط نتاعو. بعد التعليقات كما قلت لكم عندي واحد الجواب صغير على بعد التعليقات، ومن بعد ندخلوا في الموضوع ديالنا ان شاء الله. بعد التعليقات اللي قالوا لي اختي راه يعني دنيا باطمة تهاجمت بزاف، دنيا باطمة ما كانتش في هاد الحسابات، خاطيها حنايا، حنا ما كنا يعني حنا ما كناش ضدها، حنا كنا ضدها كما قلنا في المرة الاولى. لكن كما قلت لكم خوتي خوتاتي، حنا دابا حنا معاها، يعني ان ما كتبقى الا بنت بلادنا. وكما قلت لكم يعني التفسيرات اللي فسرت لكم المره اللي فاتت، وهي الغلطات اللي دارت، وهي كانت مع دوك الحسابات، مع داك الطرف، انا ما بغيتش نسميه، مع داك الطرف الثاني، او ما كانتش معاهم اكيد. يعني القضاء المغربي ما شاء الله عليه، اللي تدخل في الموضوع ودرس الموضوع، الدلائل اللي لقاو على اختها راها خدات العقاب ديالها، ورغم ما بغيناش عليها كتبقى بنت بلادنا وكتبقى مغربيه ديالنا، وما نبغيو حتى على شي وحده مسلمه او بنت بلادنا يوقع لها اللي وقع الدنيا والاخت ديالها. دونك كما قلت لكم، احنا شفنا فيديوهات بالدلائل اللي كانت كتشجع دوك الحسابات. احنا ما كناش كانت معاهم او ما كانتش معاهم، احنا ما كناش معاها، احنا ما عارفينش، الله اعلم. رغم قالت قال لي تقال، رغم الاشياعات، رغم الهجوم، رغم احنا ما كناش عارفين. احنا اللي قلنا الفيديوهات اللي شفناهم بعينينا، يعني اللي كانوا كيتلاحوا في الانستغرام، في التواصل الاجتماعي، اللي كانت كتشجع دوك، كتغني عليهم، دارت مقاطع نتاع الاغاني، وكانت كتهاجم، ماشي كانت تهاجم، سمحوا لي، يعني كانت كتشجع دوك الحسابات باش كيهاجموا الناس. كما شفتوا كما قلنا في السابق، انا نغمان ممكن عندي ايدك الفيديو اللي درتو السابق، كنت عامل لك ولكن رجعت باش نفسر اكثر. يعني التهجم، يعني الناس هاجمتها، راهي يمكن ان يعني انسانه فنانه ومعروفه ورافعة الراية المغربية، وطنية بكل صراحة، يعني الأوسمة اللي شدت ما شاء الله، ما حسدناهاش، ربي يزيدها، كتبغي بلادها، كتعاون ولاد بلادها، الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم في الفيديو السابق، وهي الغلط اللي دارته، وهو نتاع التشجيعات نتاع دوك الحسابات، يعني كانت كتشجع فيهم وكتقول لهم زيدوهم. وراكو عرفتوا ديك الموجه اللي ناطت، ديك فريمون، راه المغرب دعدع بداك كيما كنقولوا ديك الاخر اللي جا، يعني بزاف ناس تهاجموا، ناس معروفين تهاجموا، تفضحوا، الفساد، يعني لا اله الا الله. يعني هي الوقيته اللي كانت كتنوض باش نفسر لكم اكثر، كانت كتكون اي مع الدقه المراكشيه ولا بصحتها وراحتها، كانت كدير حفلاتها، كانت كدير داكشي، كتشجع، كتقولوا زيدهم، عطيهم، كيحطوا عيالات عريانين، وكيحطوا فيهم وجوه يعني نتاع عائلات محترمين، كتقول ليه زيدهم. هذاك هو اللي كنا حنا ضده، حنا ما كناش في حاجه اخرى ضد دنيا، بالعكس
يعني لما القضاء أخذ قضاءه وما شاء الله حقوا معها الكثير من الجلسات، داروا معها يعني بزاف الجلسات وحقوا معها. الحمد لله لحد الآن عندها جوست سورسي. احنا ما دخلناش للقضاء وما عرفناش واش السورسي ما تخرجش من بلادها، امحيت داك اللي كانت كتشجع دوك الحسابات، او كان عندها يد. احنا ما داخلينش، يعني احنا ما عارفينش. خوتي خورتي داك الضجه اللي كانت على الدنيا راه كانت ضجه، ما تنساوش خوتي خورتي اللي كانت ضجه كبيره وكبيره بزاف. يعني راه كان راه داكشي وصل ما شاء الله، راكو عرفتوا شنو كاين، يعني راه وصل رأي عام. يعني اكيد دابا دير اي حاجه غتهاجم فيها، اي حاجه غادي ديرها الدنيا غتهاجم فيها. علاش حنا طلعنا؟ حنا راه طلعنا باش نساندوها، باش غادي نكونوا معاها. لان كما قلت لكم في السابق، كتبقى مغربيه ورفعات الرايه المغربيه وغنات على الصحراء المغربيه وكتبغي سيدنا الله ينصره ويطول في عمره. يعني انسانه وطنيه. الغلط اللي دارته كنا كما قلنا كنا كنغلطوا، ونتمنوا تكون لاخر مره. ولكن بشويه بشويه ولا جينا نهضروا كاملين، يعني كاملين بواحد الكميه كبيره، راه غادي يقدروا الناس اللي كيهاجموها دابا غادي يقدروا يفهموها. هي خوتي خواتاتي، الدنيا تهاجمات، الدنيا تهاجمت بزاف، وتعاليق اللي كانت حقيقة سلبية. ولكن خوتي خواتاتي، اي يعني اي فنان غادي تهاجم، محيت علاش؟ محيت هي دنيا ما جهلتش دوك التعليقات السلبيه، كانت كتعاطى معاهم، كانت كتعاطى معاهم. هذا هو الديفو. يعني هي كان خاصها صراحه، كان خاصها تسد عينيها على التعاليق السلبيه، تشوف غير الايجابي باش تزيد القدام. يعني كانت فنانه كبيره، تديها في الفن ديالها كما قلت لكم في السابق، ما كانش توصل ديك المشاكل كلها. ولكن عفى الله وما سالف، يعني غلطه ودازات ودرس وداز، وكل درس كيدوز على الراس راه هو الا كنستفادوا منه. راه حتى شي واحد ما معدوم من الخطا، راه كلنا خطاؤون، كلنا خطاؤون. بالك انا اكيد انا غلطه بزاف ديال الحوايج، ولكن انا ما معروفاش، انا في داري واخا نغلط مخبيه. ولكن دنيا كانت إنسانة معروفة في السوشيال ميديا، كانت فنانة يعني معروفة، فنانة كبيرة معروفة، يعني أي حاجة كانت راه غتبان عليها. وهي يعني كتبقى بنتنا وكتبقى صغيرة، وبالك ما لقاتش لي وجهها لطريق الخير، بالك قالت في راس هذوك الحسابات ما كانوش يعني يديروا شي حوايج خايبين، الله اعلم شنو كان يعني في النيه ديالها. هذاك علاش كانت هي نارت كتنشط، لان بقوه دوك الحراره اللي كانت فيها، دوك كيفاش نقول لكم، داك التعليقات اللي كانوا يجيو هاد السبان والعار، ملي شافت دوك الحسابات كيطيحوا في الناس وكيفضحوهم. وراكو شفتوا كيفاش تفتحوا مساكينش في السوشيال ميديا، راه لا اله الا الله، راه لا اله الا الله. ها هي بقات كتشجعهم، يعني بحال اللي كتنتقم. ولكن داك الشيء كلشي رجع ضدها. ولكن اللي كنشوفوا دابا، دخلات سوق راسها، ما بقاش كتجاوب الناس، ما بقات كتجاوب تعليقات، ما بقاش كتشوف التعليقات السلبيه نهائيا. خدامه على راسها، ديتها في وليداتها، ديتها في والديها، ديتها في الزوج ديالها، الله يخليهم لها. ونتمناو الدرس وخداته، ونتمناو الناس ترجع الثقه ديالهم في الفنانه ديالنا، وحنا نكونوا معاها ان شاء الله. احنا دائما معاها، ونكونوا دائما معها ان شاء الله الا بقات في هذه الطريق الزوينه وفي هذه الطريق المستقيمه. يعني
ونتمنى نكون رديت على دوك بعض التعليقات اللي جاوني. كما قلت لكم انا راه حنا دائما مع دنيا، فهمنا ليكم مزيان الغلط اللي دارت غلط، ماشي ما دارتش غلط، ما عرفناش حنا واش كانت معاهم ما كانتش معاهم، الله اعلم. من التعليقات دائما حنايا اللي يعني كما كنقولوا يوتيوبرز صغارين مازال ما طالعينش كاع من ما باينينش كاع نهائيا، وكنتهاجموا بالتعليقات. كاين تعليقات سلبيين، كاين تعليقات سلميين، كاين ولكن هو الانسان دائما خصو يجتهل يعني السلبي. ونتمنى والميساجات نتاعنا يوصلوا الاخت دنيا باطمه، ونقولوا لها احنا دائما معاك ودائما تبقي بنت بلادنا واختنا وحبيبتنا وكل شيء. ونتمنى وان شاء الله هاد يعني ازمه ودازت، والحمد لله والشكر لله. ونخليكم هنا خوتي خوتاتي، ونتمنى يعجبكم هاد الحوار نتاعي ان شاء الله الى فيديو مقبل ان شاء الله. وخليوها لي في التعليقات، وكيعجبوني التعليقات نتاعكم، ونقول لكم تصبحوا على خير وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.